ليست وحدها مأرب من تعيش الألم، صنعاء أيضا، والمتسبب واحد، ميليشيا الحوثي. فكل مكان في العاصمة المختطفة يضج بهذه العبارات، حالة طوارئ، نداء استغاثة، ما أكد تعرض الحوثي لعملية استنزاف كبيرة لم تحدث له من قبل. فالطريق الواصل بين مأرب وصنعاء بات ناقلاً لقتل وجرح الحوثيين الذين فشلوا في إحداث اختراق يغير من المعادلة جغرافياً لصالح الميليشيا. فالمصادر المحلية والإعلامية في صنعاء أكدت أن المرافق الصحية العامة والخاصة تعيش حالة من الطوارئ الإجبارية، حيث تسمع صافرات الإنذار بشكل دائم، فيما وجهت الميليشيا نداءات للاستغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى الذين يقدرون بالمئات، قائلة إنها تجسيد للتكافل. وفق مصادر طبية تحدثت لوسائل إعلامية، فإن المستشفيات في صنعاء تكاد تدخل طاقتها الاستيعابية مرحلة النفاد بالنظر إلى تدفق الأعداد الكبيرة من الجرحى الذين يأتون كل يوم من مأرب، بعضهم في حالات حرجة أرجعتها مصادر في الشرعية إلى الهجمات الانتحارية التي نفذها الحوثيون على جبل البلق في صرواح بمأرب. النزيف المستمر في صفوف ميليشيا الحوثي انعكس سلباً على معاركها العسكرية، حيث تراجعت بحسب مصادر في مأرب حدة هجماتها بشكل نسبي في أطراف المحافظة، وهو ما ظهر من المعارك الأخيرة التي اكتفى فيها الحوثيون بالقصف المدفعي على الكسارة وصرواح وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدينة مأرب المكتظة بسكان. صمود مأرب رغم كونها في حالة دفاع وفق مراقبين جعل المعادلة العسكرية معقدة للغاية بالنسبة للحوثيين، خصوصاً وأن طهران هي من تدير المعركة هذه المرة عبر مندوبها حسن إرلو في صنعاء، صنعاء التي تحولت إلى مقابر جماعية، بينما تحولت مأرب إلى ملحمة أسطورية.